يعني صراحة الجود ساين أنا تبلش البودكاست أو يتبلش الذهب حق البودكاست و ويندوز 7 يمزج ويندوز 7 هذا الحين ما سوينا له أبجريد لا الأوبسوليت إكس بي بس حتى شلون يصير له أبديت وهم جابرين الكل يخليه ويندوز 10 في سبورت إيه من غير ما ترحب بالناس احنا نرحب احنا نرحب 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 يعني فيكم الناس رحبوا فيكم يعني وهذا غلط التسخين يعني معلش نسوي ريستارت حسين زيد الله يسلمك هلا وبارك والله تمام عامل ايه والله بخير طبعا عندنا اليوم ضيف نجوي اهلا اهلا وسهلا انا بدي اشيك متى اخر حلقيت كنا قبل سنه لا اكثر انا اذكر يمكن قبل سويتش أكيد؟ إيه قبل سويتش تذكرون كانت صدى الألعاب كان حمد موجود بس هم صدى الألعاب اللي ما تروا أساء صح؟ أيوة إيه إحنا رئيس إيه حتى أنا جيت واحدة وغاشة من يعقوب كنا بعد ما تذكر كانت ديد سيلز لا مو ما تذكر كنا كان اسمه شنو سيلز سيل كان رئيس كانت حبيب موسيقى رئيس عشان كذي اليوم انا سالتك شنو الحلقه صح اي شنو الحلقه انت صدر العاب يعني والحي ورا اللوكيشن عد هدومكم وشي اكون هذا شنو لا 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 الديوانيه ان شاء الله هو لان انا كل مره ضافت كانت ديوانيه ف يمكن اول مره ديوانيه بعدين صدر العاب ايوه صح اي فتعقدت من بعدها اختفيت اي اوكي هذا السبب ردينا علشان ما يتعقد مره ثانيه اي خلاص اي لازم نسوي اندو حق التعقيد ايوه حسين اخبارك تمام لعبتي ايه والله ما لعبنا شو اسمه طبعا لحظه شو شلون لعبنا هناك هناك بالكويت كلها اي ها اوكي هناك دايركشن الكويت كلها يعني بهالاتجاه هذا اي زين الاعياد الوطنيه اي لعبنا خوش عيد وطني احنا هو بالضبط يعني عسى الله يديم الاعياد بالكويت بس صراحه العفسه والزحمه اللي تصير هذه اللي احنا نحاش منها يعني انا لعبتها صح اه سويت ودائما كنت بلوكيشن عكس السير تبي التحدي يعني انا لعبتها صح ودائما كنت بلوكيشن عكس السير فما اضطريت ان ادش بزحمه اوكي فكنت اخلص مشاويري بالنهار اوكي قبل ما يصير البيج بارتي بالليل عرفت شلون لا انت هي بالليل هو من قبل اذن العصر اصلا الناس مبلشين لان جوهم كان حلو يعني ليش الساعه 4 انا كنت حط حق روحي ديدلاين ان اذا عندي حوسه بالشوارع زين قبل 4 قبل 4 انا خالص اوكي زين يوم الخميس كنت مستغلها ومسوين غدا ببيت اهل زوجتي شو يسمونه فمسوين مثل غدا بالثيم مال الاعياد الوطنيه يعني زين غدا بالثيم هو عاده ايه؟ السويت هو اللي بالثيم لا احنا الغدا ثيم ما شاء الله يعني عشان ايه؟ لا لا ما شاء الله مسجين يعني زين تمام فسوينا تغدينا وما ادري شنو عشان اقول ها طاف غربت الشمس يعني اي بس لا قاعد انا قاعد انا مثقل على الغداء وقاعد خلاص يعني يبي له شويه قيلوله بعدين تقوم تلعب دراجون كويست هذا وانت بالزواره اي بالزواره خذ قيلوله زين شو يسمونه طلع السويتش بعدين لعب دراجون كويست بيلدرز بحب الحديقه وشغل عدل زين وبعدين بالليل الساعة 11 ما ادري 12 بالليل يلا يلا خرد البيت والله كنت تاخر الوقت اي خرد البيت وردت البيت عكس السير عكس سير الزحمة يعني قلت ممتاز زين اشوف اليوم اللي بعده لا هو النقطة ليه يعني ليش انا قلت بالعطلة او الوقت الفترة اللي طافت لان ما شاء الله الناس خذوها كلها يعني من يمكن من ليلة 22 ولا الزحمة مبينة انا اسف لا انا اقصد هذا كان يوم الاحد هذا كان يوم الاحد يعني يعني 24 يمكن اي بالاعياد يعني اي وقت يعني عندك من 22 تقريبا ل 27 تحس بالزحمه والحركه والامور هذه اي فلا لا انا لعبتها صح يعني احاول ان انا اكون بلوكيشن بعيد عن الزحمه وبنفس الوقت انا خالص مشاويري وقت شو يسمونه نعم نعم الزحمه تكون نعم زين زين هذا اللي احاسبها بالملي نعم نعم يعني انا اشوف نعم الأهل زوجتي كانوا يردون بيتهم بعد زوارة هم ساكنين ب يعني قريب من البحر أوكي زين
اللي صوب الدسمه والمثيه والهليكوبتر سوري الدسمه والمنصوريه عشان ما يروحون الا بالهليكوبتر. هم طلعوا من 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 البيت من بيت الاهل الساعه 10 كذا اي تقريبا 10 ونص شي طلعوا وصلوا البيت الساعه 12 الظهر. انا زين بكر بكر حلو ساعه 45 دقيقه اتوقع يعني هو عاده المشوار يعني 7 دقائق. اي معلش معلش ضريبه لا تذكرون هناك يا اخي لا تذكرون بالضبط. المهم الحمد لله على سلامه الله يسلمك. وانت قلت دراجون كوست بيلدرز. اي لعبت دراجون كوست بيلدرز هذه من الالعاب الصراحه صدمتني ان للحين هو ما شاء الله عقب ثلاث ارباع الالعاب تحبها يعني مو شيء استغربه يعني قالوا حلقة قديمة كنا ما كل شيء عجبك. إيه وبعدين لما أطلع ولما تطلع لعبة وطب فيها أنت لا تقعد تكره كل شيء أنت شنو هذا ما يصير أنت تكره لعبة نعدهم نعدهم بالأصابع يعني. لا يعني أوكي حسين شيء خليك منطقي يعني أنا إذا بتكلم عن لعبة غالبا اللعبة تكون عجبتني أوكي يعني صح. ما راح أروح أشتري لعبة أدري أنها ما راح تعجبني وألعبها وأقول اللعبة خايسة صح يعني منطقي خليك منطقي نعم. بس في العاب مرات يعني لا اجرب لانه يكون عندي فضول عرفت شلون احس انها مو لي بس بعدين لما العبها والله اخ كانها زينه يعني مثل هذه عرفت معناها هذا الجزء الاول صح ونزل الثاني لا الثاني بينزل ان شاء الله هالسنه لقد باليابان باليابان راح ينزل هالسنه ان شاء الله اوكي ما حدد متى بالضبط بس راح ينزل ان شاء الله هالسنه يعني عرضوها قبل فتره قصيره سووا لايف ستريم حقها عرضوا اللعبة على السويتش وعلى البلاي ستيشن 4 بس ماينكرافت يعني مو هذا هو هذا هو اللعبة مو ماينكرافت صدق هذا اللي صدمني يعني اوكي هي في مبدئيا في ملامح من ماينكرافت وشات شابه ماينكرافت ان اوكي انت راح تبني اشياء من ماتيريالز انت تجمعها بالعالم نعم تكسر الارض وراح تجمع مربعات اللي هو يعتبر مثلا ايرث ولا مثلا تروح تجمع اليمنت يعني تجمع مثلا حشيش تجمع مثلا ورد تجمع تذبح مثلاً وحوش تجمع منهم لحم وتسوي مثلاً أكل وتسوي مباني وتسوي فيها العنصر هذا زين بس في هدف هذا في هذا ماينكرافت ستوري مود ماينكرافت لا ستوري مود هذا تلتيك لك أدفنتشر يعني حتى ما أدري ما أعتقد فيه من عناصر لعبة ماينكرافت الأساسية يعني ولكن هذه لا لعبة يعني أنت تحوش تستكشف العالم وتبني وفي أهداف فيها لما تخلص عرفت فلا بالعكس الصراحة وبعدين ترى هم بعد من الأشياء الأساسية إن أنت لازم تكون حاب دراجون كوست يعني أحس يساعد وايد في أنا راح أدش بتفاصيل راح أدش بتفاصيل إن شاء الله الحلقة بس يعني هذا مبدئيا خلاص وننتقل شنو على السريع هني أنا يمكن أتكلم عن داينست ووريرز شرف الوطن ما أدري إيش اسمها شرف الوطن هذا ضاع الشرف ضاع الشرف في الجزء التاسع هذا والبقات اللي فيها والعفسة الجديدة فيها مشاكل جديدة من ترى من جربناها بيوم اللاعبين مبين ترى فيها مصايب زين بس هذا يعني اوفيشال ريليس يعني ايه اوكي ولا سووا شيء للحين المشكلة التاسع يعني المفروض خبرة هم بال لا اللعبة هذه تعبانة راح نتطرق لها ليش زين وبعد انا يمكن كل الالعاب راح اتكلم عنهم في مبقات وجلتشات للراس. هذا كونتراست مالي انا في كينغدوم كم ديليفرنس هذه مدحوها هذه شهر هذه ضليت لين شريتها وانا ما ادري يعني اشوف ريفيوات اشوف الجيم بلاي كذي ما ادري شنو جوها شنو هي بالضبط ما ادري نفس الشعور حاسس سكايرم واقعيه ايوه ما استوعبت هي شنو سكايرم استوعبت انها سكايرم بس ما فيها الخيال وتنين وفي اللي طير وما شنو لا ما هي بيور ميديفل ايوه اوكي سكايرم واقعيه سكايرم واقعيه ما في سحر ما في تنين ما في يعني ايام الميديفل بس ان ويعني اللي على قولتك ما قبل الصابون ما اي ايام لا هذيك انجلترا ما قبل الصابون اوكي تقول انجلترا دارك سولز يمكن على بلاد بورن بلاد بورن انجلترا شنو قبل الصابون الدنيا ميديفل هذا ميديفل انا اسميه مو تخيل انت بعالم تشوف بلاد بورن شنو عالمها شلون صاير اللي الناس تلقاهم من المجاعة ومن الفقر ومن ما شنو يعني الوضع يكون حده تعبان اللي تشوف الواحد عادي بهدومه الشقيقه صار له سنين بالشارع هذا انا اسميه انجلترا ما قبل الصابون او اوروبا ما قبل الصابون بس لا يعني هي ماخذ طابع المذيب اللي سمعته يعني ان وماخذينه من يعني شغله تاريخيه صارت بال
اظن يعني ماخذين يعني في اقتباس من الحقائق يعني. في اقتباس من الحضاره بذاك الوقت باللوكيشن هذا يعني. اوكي شو باي عصر يعني هم باي دوله ما حفظت الاسامي المناطق بس شيء من هذيل اوروبا اللي بتقدر تقول يا الاسكندنافيين الحين او صوبهم صوب ايرلندا صوب الاسكندنافيين مو الاسكندنافيين بالضبط ايه. اللي هو يعني قصه ملك ومات وبعدين اللي بعده مسك هنري وصار طق بين المناطق وكذي بس ان انت مو تسوي شخصيه والسوالف باقي الار بي جي الامريكي السيناريو محدد اي محدد اللي هو انت شخصيه معينه بس انت طبعا تحدد شلون تمشي بالسيناريو هذا بس اللي قاعد اشوف ان القصه اتوقع ثابته بس على عالم مفتوح يعني بس خل الباجي خلي خلي خل بس يعني انا مقدمه بعد شنو لعبت شادو اوف ذا كروسس خلصتها زين هذا الريميك الجديد هذا راح يمكن هذا الفاينل ثوت First and final thoughts. أوكي. يعني طقوا. أنت تكلمت عن شادو كروسس. لا ما. الحلقة اللي طافت. وقتها ما كنت شاريها الحين لما الحلقة طافت كنت لحين مو شاريها شريتها شريتها وبعد ما دريت إنها لعبة قصيرة. ويعقوب قالت إنه كان شاريها وما بلشت فيها. صدق؟ أي يمكن أنا كنت شاريها وما بلشت فيها. هذا أنا بيش ولا لعبها شفنا اللي قال مرة طافت. بس أنا بالنسبة لي خلصت سلست يعني ما راح أقول شيء جديد يعني. وبس الحين قاعد اكمل الاتشيفمنتس اي هذا البي سايد ولا شنو لا تصور ايوه شغل انا تقريبا يمكن يعني باقي لي يعني شويه هذول الكولكتبلز يعني قاعد العبها يعني طبعا هي تونس انا سلسله الحين راح ابلش فيها زاد انه يعني في يعني تملى وقت الفراغ او الوقت البريك اللي السويتش اعطاني اياه انا ما كان يعني ما كنت العب فيديو جيم صار لي فتره الحين السويتش بين بين اسوي شيء وشيء قاعد تاخذه يعني معك وما تروح قاعد يصير فيك هالطبع هذا لا يعني ايام معينه مو كل ايام يعني بعض يعني ما اخذت معك خلصني ما اخذت معك دوام لا 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 ما اسويها ما اقدر لا لا يعني وضع عملي اصلا انا اخذ معي اللابتوب وعاده مو دائما استخدمه انا اخذ السويتش معي الدوام ما العب فيه بالدوام اي لا لا مو اقدر لا مو الادمان ان اخذه وياي حتى وانا بالدوام لا انا صرت اخذ معي السويتش وين ما اروح لا اوكي راح العب فيه ما راح العب فيه انا ما اخذه لا انا صاير كذي انا لدرجه ان الحين قاعد احاول ادور لي على دوك بورتبل يعني شفت الدوك مال نينتندو نزلوا دوك تقدر تشتري بروح بس الدوك اللي تشتري بروح لا يعني كبير حجمه وكهرباء كلهم كهرباء كلهم بس انه حجمه يكون شوي كبير ويعني زي لحظه الهدف ليش تبي بورتبل هو في شحن ويكفيك يمكن يوم يعني على الاقل يكفيك يوم لعب اذا ابي دوك بورتبل على اساس انه اذا رحت مكان فيه تلفزيون بسهوله انا شفت وصلات وايد بالنت انه دايركت توصل بالادابتر لا لا ولا ما يشتغل لا لا لا, لا, لا. بامازون انا شفت امازون كذا شركه في شركات في اللي يقول لك شو اسمه اتش دي يو اس بي تو اتش دي ام اي وحاط لك صوره السويتش ما اشتغل انا اقول لك ليش هذا بحث فيها يعني اوكي زين يعني نصابين الشركات هذه الشركات اللي مسويه برودكتس شوف هي شلون بلشت انه انا كل شايفها خليني اقول انا صار لي فتره باحث فيها الحين انا تقريبا عندي بين ثلاث دكات الحين قاعد بختار واحد وبطلبه يعني اوكي بالبدايه ما كان في ثيرد بارتي دوكس تقدر يعني مصنعينها تقدر تشتريها وتضمنها تشتغل فايش كانوا يسوون المصنعين كانوا يسوون شيلز يعني الشل مال الشل يعني قطعه بلاستيك يعني الكفر حق الدوك لما انت تفك الاوفيشال مال نينتندو وتشيل الشيب اللي فيه يعني شفت الدوك هذا الزحمه الكبير زين ترى تشيب هالصغر يعني هكم عرفت شلون تشيله وتركبه بدوك ناس مسوي شركه يعني على مسؤوليتي يعني على مسؤوليتك اكيد يعني راح تفكه ونزين وتركبه بال الشلز اللي مسوينهم الشركات الصينيه على اساس ان انت تصغر حجم الدوك يكون صغير جدا بس واير طلعت تركبه بالسويتش شنو الميزه منه ان حجمه وايد صغير تقدر تحطه بجنطه معاك تقدر تحطه بنفس جنطه السويتش وتمشي فيها عرفت شلون هذا مثلا انا هذا الماركه اللي ماخذ منها الادابتر حق البي اس 3 كنترولر اي هذا طلع تالي هذا من اللي طلعوا تالي بس انا ما اقدر اقول لك اذا الكواليتي ماله زين ولا لا هذا والله ماخذ امازون
اديتورز تشويس حلو يعني هذا دام انه ماخذ اوكي ممتاز انا قاعد ادور على شيء كذي لانه احطه بنفس الجنطه اللي فيها الهبز مالوتي والكيبلات عرفت يعني ما ياخذ مساحه عشان كذي ابي بورتبل هب وبعدين انا السالفه اللي الاساسيه انك ليش ايش معدك انت طمعت انت تبيها على شاشه اكبر يعني انت ما تلعب شاشه اقل مثلا زين رحت زوار زين وقعدة وكل شيء وهذا أنا هذه مشكلتي بالضبط بالمالتي بلاير جيمز يعني مثلا الحين عندي لعبة هذا السبلانكر بارتي اي نفس السبلانكر سووها مرة ثانية قديمة بس حطوا فيها مالتي بلاير ما ادري تعرف ولا لا ممكن اسولف عنها بالحلقة تخلي شاشة سبليت سكرين سبليت سكرين انت فلما لما اخذه وياي مثلا بالزوار وبلعب مثلا مع الموجودين لا وهي بعدين اذا حتى اثنين يلعبون الشاشة حتى ما تصير وايد سكرين تصير مربعة. ايه. يعني فوق لها متقسمة الشاشة أصغر. ايه. باللعب. يعني من ديزاين اللعبة. فما ما تقدر. عشان أنا قلت لك مثلاً نلعب ماريو كارت نلعب شيء. وماريو كارت مثلاً مو لا يعني يونس لا يعني بسبق واحد. ايه. فعشان كذي أبي دوك ما بيكون حجم الدوك الأوفيشل وبعدين دوك الأوفيشل أنا ما بيشيله من التلفزيون عندي لأن أنا حاط الوارات بسوي شوية كابل مانجمنت بس ما بيكل شوية أسحب الكابل لا هو خفيف بس بياخذ مساحة شوية يعني إنزين بس أنا أبي دوك يكون بورتبل صغير شركات تقول الحين شركات صينية مسويها الحين في كم شركة في شركة أمريكية سوت مشروع بإنديغوغو بس الدوك يقولون عليه بعض المشاكل في دوك نزلوا نايكو ويحرق سويتشات زين في ناس يشتكوا ان سويتشاتهم ما قام تشتغل من بعد ما ركبوا بالدوك هذا وضع خطر اذا وفي دوكات لا تشتغل زينه زين فانا الحين قاعد حاليا حاط بين يمكن اثنين او ثلاثه حط هذا والله يعني اقرا ريفيوز ماخذ اربع فور ستارز انا الحين قاعد ابحث فيه يعني بس زين هل هو اوتوماتيك بالسويتش انا ما ادري يعني تركب الكيبل اذا حطيته اتش دي ام اي راح يشتغل فل باور او فل هذا اي هو الدوك شنو يسوي الدوك اللي حاطينه هم انه بس مجرد انه يكون في ثيرمال سوليوشن زياده بس عرفت شلون لا انا وياك بس انه الحين انا ما بالضبط كيفيه العاب سويتش مو يقول لك هو في بورتبل مود وفي دوك مود ان الدوك مود يعني يشغل بروسيسر اسرع او اكثر زين الحين انا اذا حطيت الادابتر مثلا هالادابتر اتش دي ام اي هل هو عباله انه نحط على دوك بس توصل اليو اس بي سي كيبل وحس في ديتكت حق اتش دي ام اي يشغل هذا يصير في هاند شيك بين الاتش دي ام اي التلفزيون مع الاوتو هذا في على طول يحول اوكي ميزه الدوك الاوفيشال انه في تهويه صح فمعناته انه حاول تجيب له مكان يعني زين لا خله مكشوف اوكي او ارفع السويتش شويه يعني ما نخليه على مثلا ارفع السويتش حط السويتش فوق شيء بحيث انه يكون في تهويه تيله من تحت عرفت شلون يطلع من الاكزوست اللي بالجهاز فعشان شيء قاعد افكر اني اخذ لي واحد انه اخليه معي بالجنطه هذا ما يطلع من الجنطه حق مثلا رحت الديوانيه احتجنا دوك رحت مثلا زوار احتج دوك موجود مو لازم اشيل دوك هذا صح نفس الشيء اكثر مره يجي لي نفس يعني ودي اوصله الحين على التلفزيون ودي اوصله ويفرق يفرق وايد حق مالتي بلاير يفرق اوكي انا بروحي مو مشكله قاعد بالحديقه مطق الكيك ستاند وقاعد العب ما لي شغل بحد وعادي بس وقت اللي ابي اعرض شيء حق مثلا مالتي بلاير ولا هذا لا دوك وايد يفيدك انا اعتقد نايتندو ممكن هالسنه يمكن يعلنون عن دوك اصغر دام انت قاعد تقول هي مجرد قطعه داخل الدوك يعني هذا كله ما له داعي ممكن يسوون شيء صغير يحبون يبيعون اكسسوارات اي هم لعبتهم هم يقدرون بس ما عندهم داعي الحين اي ما اعتقد عندهم داعي الحين يبون لك تشتري الدوك $90 مره لان الدوكات الثيرد بارتي تقدر تحصل بين يعني $30 الى $60 على حسب طبعا الجوده والمواصفات اللي فيه يعني في بعض الدوكات تلقاه حده بيسك بس يعطيك يو اس بي سي واتش دي ام اي انتهى الموضوع يمكن يحط لك وصله يو اس بي 3.0 زياده وبس بس في دوكات ثانيه لا يحط لك مثلا وصلتين يو اس بي سي غير اللي تركب على السويتش يعني يحاول يعطيك زياده يعطيك مثلا ثلاثه يو اس بي تايب هذا 3 عرفت شلون اتش دي ام اي نتورك مثلا يعني يحطوا لك اشياء اضافيه انت يمكن ما تحتاجها بس يكون السعر شوي اغلى ويظل ارخص من الدوك مال نينتندو الاوفيشال يعني
اوبشنز. عموما طولنا التسخين صار 3 ساعات. خل اختم لازم بالمايك. لازم على المايك. ايوه يا ما شاء الله. اي حافظ. لا ما سوينا انبوكسنج. اوه صح 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 صح. لا لا نجبي انا ما ادري ليش شيء بسيط ما له داعي يعني لازم انبوكس تحرجوني و... زين ايرن تمسك جيف اواي ما هديه لا آه. احنا نعتبره شيء بسيط هذا احنا... شيء منضيف الى احنا كيفنا يعني كان ما له داعي كلش يعني بالضبط بس انه يعني لازم نشكر صناعه المعروف طبعا هذا 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 كيس مع كيكستان صح هذا الهايبريد يعتبر يسمونه اي اللي تمام هو يوقف من ورا بروح في كودري ايوه اهم شيء منظف هذا هذا بالكويتي حمايه طبعا هذه اضبط الزوم مو قاعد يسوون طبعا نفس اللي يسوون ريفيو حق هذا التليفونات ما يحطون ايدهم ورا والله ضبط انزين فهذا اللي منظف للشاشه اهم شيء اذا عندك صغار بالبيت نعم انزين وهذا شنو؟ هذه زلدة خلاص انا راح اسوي لها كليم حسين اعطيك انا ديجيتال كود حق اللعبه لا لا ترى موجود سي دي داخل يعني بطي وشريط وكل شيء هو شنو يجي معه؟ خلاص سبحان الله طلع من نصيبي يعني ايه هو خريطه بس لا عليك بالعافيه خريطه و جايد جايد ها؟ هو كنا ارت على جايد صاير انا السويتش فولي ديجيتال يعني ف بسيطة شايف انت بعد اليوم شيء والله لا لا والله مدلعنا كل كولكتبلز يا 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 انا حطيت الطيبين فهذا انا حطيت ايدي ما زوم شوف كل هذول الالعاب هذا تجيبت بالضبط الالعاب اللي انا كنت امتلكها على ال64 بالضبط صدق يمكن كان عندي لعبه لعبتين زياده بس هذول اللي كان عندي هذول يسوون بس هذول اللي مال اللي اي لا والله تحرجنا كذي والله الصراحه ما تقصر والله ما تقصر سلامك الخير وينفع باك جراوند بعد مع المايك مع المايك كذي ونشوفكم بالحلقه ان شاء الله ما تقصر يا